ما يميز البلدة القديمة في مدينة القدس؟ تلك البساتين الصغيرة الضيقة التي كانت تسع فقط للعائلات التي تجاورها في المدينة. في جولتنا اليوم نصل إلى عائلة أو بيت عائلة الزيتاوي، أصولها من بلدة بير زيت شمال رام الله، وجاءت لتكون لها نواة عائلية محلية في مدينة القدس، وأصبحت هذه العائلة من العائلات الموجودة في مدينة القدس والتي تعتبر نفسها مقدسية بجدارة. هذا البيت يحتوي فيما لا تحتويه أعداد كبيرة من البيوت داخل البلدة القديمة على بستان صغير قل ما تجده في أحد البيوت التي تجاوره أو الموجودة في حارات أخرى. من عقبة الشيخ لولو نصعد من بداية باب العمود حتى نصل إلى مفترق عقبة رصاص مع هذه العقبة الموجودة، نرى شارعا يسمى شارع ابن جراح الذي يصل ما بين عقبة المولوية وطريق الشيخ لولو أو عقبة الشيخ لولو، لنجد على يميننا بيتا من البيوت التي بنيت في أعلاها في الفترة العثمانية، حيث نجد الأرضية التي تسمى بلاط السجادة وأيضا الدوامر التي تعلو السقف، حيث نجد الكثير من المعالم التركية في هذا المكان. ما يميز هذا المبنى باستحقاق شديد وجود عدة طوابق تصل إلى 3 طوابق باستثناء القبو الذي يعود إلى الفترة المملوكية، ومدخل البستان الضخم الذي تقلصت مساحته، وذلك بسبب ضيق المساحة السكانية للسكان داخل البلدة القديمة، فأضيفت المباني الحديثة التي جاءت لتكون نواة معمارية داخل البستان نفسه، غير أن معالم البستان ما زالت باقية. هناك الشجر الكثير الذي يعود في أصوله إلى مئات السنين قبل يومنا هذا، والذي يميز أن هذه البساتين كانت تستخدم كصلاة أدبية أو صلاة ثقافية أو صلاة اجتماعية، يتجمع فيها أهل البلدة القديمة ليتبادلوا أطراف الحديث ما بين حديث اجتماعي وحديث أدبي وحديث ثقافي. المباني طبعا في هذا المكان هي مباني في قاعدتها تعود إلى الفترة المملوكية، وعلى الأغلب في القرن 15، فترة المماليك الشراكسة الذين وضعوا بناء وأسس بناء ما يسمى حارة السعدية، طبعا بعد التأسيس الأول من قبل صلاح الدين وابنه الملك الأفضل وابنه أيضا الثاني الملك العزيز عثمان، الذين وضعوا ما يسمى حارة السعدية. تعتبر هذه البيوت في المستوى المنخفض أكثر، هي تعود إلى الفترة المملوكية التي جاءت على أسس أقبية وقناطر من الفترة الأيوبية، والتي سكن بها الكثير ممن رافقوا صلاح الدين الأيوبي في معركته نحو تحرير مدينة القدس عام 1187 ميلادية.